سلام، كديري البنات؟ لاباس عليكم؟ نتوما بخير، معكم حنان ام اميره. اش كتعودوا؟ جمعه مباركه ان شاء الله بالصحه والسلامه، والله يسهل على كل واحد. و كنسلم عليكم، والبنات اللي كيكتبوا لي التعاليق الزوينه كنسلم عليهم بزاف بزاف بزاف. وبغيت نوريكم بالنسبه لهذا هذا الموديل. هذه راه جهاره كنخدموا ليها، هذه بالكروشي. هذا راه كروشي كيجي بحال الرنده، ودخل فيه الصم الحر ودخل فيه العقيق، العقيق مزيان. بالنسبه للكميمات هماهي راه كيجي بحال الرنده تماما، كيجي بحال الرنده تماما. هذه حتى هي شكل اخر، هذا شكل اخر كيبان حتى هو يا دبل الكروش بالحرير، جوج الوان وفيهم بالنسبه للعقيق الكريستال المزيان. ها هو يا الشيء كيكون باين مزيان. الناس اللي كيخدموا هذا الكروشي وهذه راه غيعرفوا هذه الخدمه. بالنسبه للكميمات ها هما يا الدريس ديالهم، وهذا الغوز حتى هويا ها هويا. عندي ثلاثه الموديلات، وشكرا، وديروا لي لايف والبصمه عافاكم، شجعوني ان شاء الله باش نعطيكم شي موديل حسن من هذا.